على الطريق الوطنية رقم 12 الرابطة بين طنجة وتطوان بعدما اصطدمت حافلتان للنقل العمومي. الحادثة أصيب خلالها 12 شخصا بجروح بليغة و43 آخرون بجروح خفيفة. زينة إتلامين ورشيد برحو يرويان سيناريو الحادث. تحولت الحافلة إلى حطام، واستحالت فرحة العيد إلى مأتم على الطريق الوطنية بين طنجة وتطوان. لم تبتعد الحافلة عن مدينة طنجة إلا ببضعة كيلومترات لتنزلق صوب الاتجاه المعاكس وتجد في طريقها حافلة أخرى قادمة من تطوان، الحصيلة 4 قتلى وعشرات الجرحى. كانت الشكة تطيح ديك الساعة، الطريق كتزلق، كار ماشي بواحد السرعة كبير، هرب الكار على شي جون مرات كيهرب وكيدخل كيهرب وكيدخل وخرج من الطريق اللي تمجى من تطوان، كار دي آخر كان ماشي ضرب في أونفاس دق تقلب. انتهت الرحلة المشؤومة على أسرة مستشفى محمد الخامس بطنجة. كنت ماجي لطنجة كشفت الكار اللي دخل فينا. كنت في الكار اللي ماجي من تطوان طنجة. وهذيك الساعة من خرجنا وصلنا عند المشلاوة لقينا الكار ماجي كيلعب في الطريق. حنا شفنا أنا واش الكار رجع لنا الطريق. الناس ما ردوش البال تلقاو الكار خرج من الطريق اللي ماشي ماجا طنجة. تلقاو الكار دخل فيهم. كان كيجري إلى حوالي كنقولوا وقف والو. يا ربي السلامة. فالمستشفى استقبل لحد الساعة 70 مريض، فيهم امرأة اللي توفات في المستشفى، وكذلك جوج حالات حالتهم خطيرة، كاين واحد الحالة كي كتشوفوا في الإنعاش، وكذلك حالة اضطرينا نديروا لها عملية جراحية في المركب الجراحي. وقبلها لقي ثلاثة حتفهم على الطريق، السرعة وتهور بعض السائقين هفوات غالبا ما يترك المسافرون حياتهم بسببها على الطرقات. لابد أن الكل لاحظ التغير الذي ترأى في الطقس ظهيرة هذا اليوم، مع أن فصل الصيف